السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كبكة من قناة كبكة تي في. غرق الفنانة الأمريكية الهوليودية نيارا فيرا نيارا فيرا نيارا نيارا فيرا يا رب أكون قلت الاسم صح. طبعا اللي ما يعرفش اللي حصل، شرطة بيرو تعلن غرق نجمة هوليود نيارا فيرا غرق. اللي حصل يا شباب إن كانت الممثلة نيارا فيرا، صراحة أنا ما أعرفهاش قبل كده، المهم يعني خدت مركب وراحت تصيف في حته اسمها بيرو، انا ما اعرفش بيرو ديت الدوله ولا ما علينا، بلاش هبت. راحت بيرو وبعد كده اختفت، يعني المركب اختفى والدنيا اختفت ومحدش عارف عنها حاجه. بعديها بثلاث اربع ايام لقوا جثتها، وهو ده الخبر اللي انا طالع اقوله، ان هم خلاص كانوا بيدوروا عليها ولقوا جثتها. ف ربنا يرحمها. يعني انا عارف ان المفروض في مسلمين هيقولوا لي ما ينفعش تدعي بالرحمه لحد مش مسلم، ولكن رحمتي وسعت كل شيء، فانا متوقع يعني عادي، يعني ان انت ايه حتى لو بتقولها من باب المجامله انت يعني ربنا يرحمنا جميعا، مش عايز ربنا يرحمها انت براحتك يعني، بس ربنا يرحمنا جميعا. تسيب لنا لايك شير سبسكرايب شغل جرس كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.